عنك تبي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات كتبوا لنا، وكتاب رائع جدا يتحدث عن أمر مهم تبرز أهميته من أمرين. الأمر الأول أنه يتعلق بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتخاذه قدوة ومنهاجا لنا في حياتنا وفي تعاملنا، والأمر الثاني يتعلق بالتربية التي هي وقود الحقيقة قيام الأسر والمجتمعات. النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا باتباعه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به والاتساع به، ولا شك أنه لا يوجد معلم من البشر أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، كما يقول معاوية بن الحكم: فبأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له أساليب يتخذها عليه الصلاة والسلام في معالجة كثير من الأخطاء التي يقع فيها الناس في ذلك الوقت، فكان يربيهم عليه الصلاة والسلام بأساليب معينة وعلاجات كثيرة. فنحن بحاجة إلى معرفة هذه الأساليب ومعرفة حاجة هذه العلاجات التربوية التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن معرفة ذلك يحتاج إلى استقراء لكتب السنة وإلى حديث الشريف حتى يقع الإنسان على مثل هذا الأمر، وهو ما قام به المؤلف الفاضل الدكتور عادل برميثة المهيري في هذا الكتاب الرائع الذي يجب أن يكون وجوبا طبعا أدبيا، يجب أن يكون مع كل أب وأم، مع كل مربي ومربية، مع كل واعظ وداعية، لكي يعرف كيف كان حبيبه صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، وكيف كان يوجه أخطاءهم ويواجه سلوكياتهم التي فيها إشكالات بحلمه وعفوه وبزجره وبهجره وبإعراضه وبابتسامته وبغضبه، بكل أنواع العلاجات وبكل أنواع الأساليب التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام. الدكتور عادل بذل جهدا كبيرا في هذا الأمر. طبعا الكتاب ينقسم من صحة التسمية إلى قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي. القسم النظري ويتكلم فيه عن التربية وأهميتها ومدى حاجتنا إليها وما معنى التربية وما أهداف التربية، وهذه معلومات نظرية لم يطل فيها كثيرا، لكن الكتاب فعلا بحاجة إليها. القسم الثاني وإن كان مجموعة من الأقسام هو القسم الذي يشرح الصدر ويقرأه الإنسان بكثير من الاستعجاب والانبهار، وما يتعلق بكيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام العلاج الأساليب أو عفوا الإشكالات السلوكية والأخطاء، وكيف عالجها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت هذه الأخطاء تتعلق بالفعل أو باللفظ أو بالقول، أيضا كذلك ما هي أنواع أساليب علاجه عليه الصلاة والسلام، أيضا كذلك التربية بالقصة أو التربية بالعقاب أو بالحوار أو بضرب الأمثال أو بالممارسة العملية وإن كانت يعني قريبة من القدوة. هناك ركائز وأساليب للتربية وطرق المعالجة مثل الإخلاص والمتابعة والعلم، وهذه فينا نحن الذين نحاول أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصبر والتقوى والحلم إلى آخر ذلك، ما يتعلق ب أيضا تدرج، ما يتعلق بأساليب النبي عليه الصلاة والسلام في معالجة الأخطاء. أولا الإرشاد إلى الأخطاء، كيف يرشد الإنسان كيف يرشد الإنسان ابنه، أو كيف المعلم كيف يرشد طلابه إلى الخطأ الذين وقعوا فيه، هل يجبههم بهذا، هل يواجههم، هل تختلف الأخطاء بعضها عن بعض، هذا ما ذكر المؤلف. أحيانا يكون الإشارة بالتوجيه، وأحيانا يكون بالملاطفة، وأحيانا تكون بالإشارة. بعض الأخطاء من بعض الأشخاص بحاجة إلى زجر، أو أحيانا بالغضب، بل أحيانا بالهجر والإعراض عن هذا، كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مقام نجد أن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن المقام الآخر ويختلف الأشخاص أنفسهم، بل ربما عتب النبي عليه الصلاة والسلام على ناس من أهل الإيمان القوي ولم يعتب على أشخاص من أهل الإيمان الضعيف أو من المؤلف قلوب أو نحو ذلك، لأن لكل مقام مقالا يعطي أحيانا المؤلف قلوبهم ويترك أصحاب الإيمان العظيم، يكل الناس إلى إيمانهم عليه الصلاة والسلام. الأخطاء أيضا تختلف، أحيانا بعض الإرشاد يكون بالضرب، وهذا قد حصل يعني كما هو في مثلا الحدود الشرعية ونحوها. أحيانا بعض الأخطاء بحاجة إلى تكرار التخويف بالله عز وجل، الإرشاد إلى الخطأ بدون ذكر صاحبه، كان يقف على المنبر مثلا يقول ما بال أقوام، وهذه من الأشياء المهمة في هذا الأمر. هنا المؤلف أيضا ذكر هذا طبعا أشياء عامة، ذكر أشياء خاصة، كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الأخلاق المذمومة مثل الإسراف، كيف عالج الكبر، كيف عالج الانتقام، وكيف كان وضع حديثه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، البخل،
أيضا كذلك سوء الظن، الحسد، الرياء، الخيانة، هذه كلها يعني كيف الخداع، كيف عالجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك ما هو كيف تكلم عنها القرآن الكريم. فتجد الكتاب هذا شاملا لهذا الأمر، يعني الأساليب النبوية في العلاجات التربوية. بعض الناس يسأل الآيات القرآنية هل لها علاقة في الأساليب النبوية؟ أصلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء شارح هذا القرآن ومفسرا له ومبينا له، فما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل فإنما هو أيضا بيان لما فهمه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الأساليب النبوية العجيبة في العلاجات التروية التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي نحن بحاجة لمعرفتها. ومع جودة هذا الكتاب من المؤلف الفاضل الدكتور عادل المهيري، إلا أن الموضوع بحاجة إلى زيادة بحث واستقراء، وبحاجة أيضا كذلك إلى استنباطات كثيرة، لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها حياته، ولأنها حياتنا وتربيتنا التي نحن بحاجة إليها. بدلا من أن نستمد أساليبنا التربوية وعلاجاتنا من الشرق والغرب، ونأخذ من قوم لا يهتدون بوحي الله سبحانه وتعالى، ونترك نبراس الهدى الأعظم عليه الصلاة والسلام، هذا من الخطأ الكبير الذي نقع فيه. أزعم أن هذا كتاب، وهناك كتاب آخر دكتور الدويش أيضا كذلك نزل قريبا، هي من الكتب التي ينبغي لنا أن نكثر من قراءتها وأن نتأملها وأن نضيف إليها، ونجعلها نبراسا في حياتنا وتعاملنا في بيوتنا مع أولادنا من البنين والبنات، أو المعلمين في مدارسهم مع من يتربون على أيديهم. الأساليب النبوية في العلاجات التربوية للدكتور عادل برميثة المهيري هو كتابنا في هذه الفقرة. فقرة قادمة تلقيكم أنتم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.